بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لك، وها نحن ندعوك خاشعين متذللين رافعين إليك أكف الضراعة والخشوع، ولسان حالنا يناجيه يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا برهان ويا سلطان ويا الله، نسألك اللهم الأمان الأمان من زوال الإيمان، والعفو عما مضى منا وكان من الذنوب والزلل والخطأ والتقصير والعصيان. نسألك اللهم أن تجعلنا ووالدينا وجميع السامعين من عتقاء شهر رمضان، أو من عتقاء هذه الليلة، بحرمة القرآن وبحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولدي عدنان. اللهم كما بلغتنا شهر الصيام، فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام، وأيامه من أسعد الأيام. وتقبل اللهم ما قدمناه وما نقدمه من الصيام والقيام، واحفظنا فيه وفيما بعده من جميع الذنوب والآثام، برحمتك يا رحيم ويا عليم ويا علام. عافنا اللهم واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غير بابك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وأمن خوفنا يوم تقوم الساعة، ومن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا، وذهاب غمنا وحزننا. وإن أردت بأحد من عبادك فتنة فاربطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. إلهي، ربح الصائمون، وفاز العاملون، ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، يا خير مأمول وأكرم مسؤول، يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأهل غزة ناصرا ودليلا وعينا. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك يا رب. اللهم أنزل عليهم عقابك يا رب، عاجلا وليس آجل، بمنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، واحفظ أهل غزة من شرورهم، بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم كن لهم عونا ومعينا ودليلا وحافظا وناصرا يا أرحم الراحمين. إنهم يا رب إنهم مظلومون يا رب، وإنك تعلم وترى ما حل بهم من البلاء. يا رب أنزل عقابك عاجلا على الصهاينة المجرمين المعتدين يا أرحم الراحمين. أرحم أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم تقبل شهداءهم عندك يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كن لهم عونا ومعينا يا رب. يا رب إنهم لن يجدوا غيرك ناصرا يا رب، فكن لهم ناصرا
يا أرحم الراحمين، وتقبل اللهم ما قدمناه وما نقدمه من الصيام والقيام، ارحمنا برحمتك الواسعة، والحمد لله رب العالمين.